بعده تو هاي نوردو اه نوردو نوردو هذا ولا عربوش هو بصراحة شهر آه يعني الأغلبية من جمهور اللي يعرفوا ايه. ما يعرفوش نوردو يعرفوا عربوش تقولي عربوش الأغنية خصوصا في ليبيا يعني اي الأغنية نجحت آه لكن اسمه توا ضرب آه أنا بالنسبة لي اكتشاف للسنة هذه اللي اه. فاتت كلها نوردو طالع بالجدا وعنده عنده خامة صوت مميزة حلوة يعني لما تسمعوا تفرقوا ما بين أصوات أخرين ناجح على تبارك الله عليه عامل حاجات لون جديد عاجب الشباب برشا ونتمنى له نجاح والتوفيق يغني سور اي لو كان فما اغنيه تنجم تواتي صوتي انا وياه نغني طبعا ما زال عندنا ولا خلاص انا مش نخدم معاهم الكل اليوم اللي بعده <applause> ما شاء الله <applause> سانفارا سانفارا ما عنديش مشكله انا هاني قلت لك آه المهم الاغنيه اللي نجم تويتي صوتي وصوته وانا مع الراب آه نجم نغني الاغاني اللي هي ما تعرف الراب فيه فيه كلمات ممكن آه ينجموا هما يجرؤوا يقولوها أكثر منا نحن، فأنا لو نلقى أغنية جريئة يعني زيادة الزيادة أنا ما نجمش نغني الجريء بزيادة، لكن لما تكون معقولة آآ يعني أنتِ مش رافضة فكرة أنك تديري ديو مع حد يغني راب لا لا ما عنديش مشكلة لازم يكون الكلام لأنه أنا كفنانة يعني عندي تصويرة معينة وهما عندهم اغاني وستيل يمشي معاهم والناس تحبهم فيه صحيح فممكن انا ما, ما يكونش جوي برجع بس انت آه على يعني على حسب كلامك ان كل الراب فيه كلمات خارجه بالعكس في اغاني راب لا لا, لا ما قلتش يعني. لا ما قلتش يعني الراب مش معناها آه مش معناها اغاني آه ما تتقبلش لكن ممكن عليا انا ككاميرا والا كفنانه عندي لون معين, معين انه تجي حرشه شويه كما نقولوا نحن بالتونسي عليا انا لكن هي تتقال عادي يعني عاديه الكلام عادي ممكن يتغنى يلا نشوفوا اخر صوره معنا ولا مازال؟ شوفوا اللي بعد محمد رمضان انا يعجبني فما ناس ممكن ما يعجبهمش يحبوه كممثل وما يحبوهش كمغني صحيح هو ما عندوش صوت مطرب لكن ذكاء كبير والاغاني اللي عملهم مس بهم جمهور عريض وفرز نفسه كممثل بدرجه اولى وكفنان يعني هو مش مطرب في النهايه شوفي في انت وين تحبي اكثر في التمثيل ولا في الغناء؟ تحب الحق مم. انا اول ما حبيت حاجات حبيت الغناء وبعد تفرجت له في الاغاني ما في كنتش تعرفيه ممثل قبل نعرف انه هو محمد رمضان ممثل لكن لكن ما صادفش وقعت تفرجت انا سنه مثلا تفرجت له في مسلسل برنس ابهرني مم. تمثيل السنه اللي فاتت ايه ايه السنه اللي فاتت تفرجت فيه ابهرني في التمثيل ووليت مغرومه بمسلسلاته لكن في اول حاجه سمعتها سمعت هالو كانت غرمت بها برشا هي اللي مع سعد المجرد انساي انساي اي غني غني هذيك حبيتها برشا طيب اخر صوره هذه معانا ولا مازال عندنا صور تمام اخر صوره توا هنشوفوا مني الاخير كلاي بي بي جي مم. كلاي نحس رو... نحس روحي بعيده برشا عليه يعني فما فما الوان موسيقيه تنجم تقرب لي شويه تلاقي نحسه عنده 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 ما نعرفش ما صار لك نوع متاع متاع غناء يقولوا هو بالاكسون بتاعه انا ما نخلطش نعملهم يعني صعب عليا انا كفنانه وتريه من صعيب باش نغني الحاجات اللي هو ينجم يعملهم اللي هو بسرعه هذيك فما برشا حاجات بالسرعه هذيك أه فكلاي نتصور 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 أه صعيب نيكست